يعني كان ست الريس زي ما قال بشكل واضح انه بيبقى عايز بس الناس تبقى متابعه علشان تبقى عارفه ايه اللي بيحصل. كاتب الصحفي المحلل السياسي الاستاذ احمد رافعت، مساء الخير استاذ احمد. نور استاذ عادل، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. تابعت من الساعه 2 افتتاحات اليوم مصر لغايه 6 وشويه. احنا لنا 6 سنين بنتابع. ايوه بس طبعا النهارده والله وانا وحضرتك تحديدا لازم نكون اكتر الناس سعاده النهارده. تجربنا كتير على سينا، صحيح. احنا عملنا فعلا حلقه فخوره وسعيده جدا. والله عملنا حلقه، وباقي الحلقات اللي انا اتشرفت وكنت فيها مع حضرتك كنا بنروح لسينا كده لوحدنا، يعني ما اعرفش ايه الكلام، بنروح لوحدنا وبعد كده اكتب مقال عن سينا تجيبوني على التليفون وتبقوا مهتمين. واقول لك ايوه طبعا. فطبعا كل ده كان قبل المقال اللي عمل ازمه، فده معناه انه سياده الرئيس والدوله المصريه عندها سينا اللي هي قدس اقداس المصريين زيها زي النيل بالظبط. في القلب وفي العين، ومعمول لها تصور لانها تبقى في حضن الوطن بشكل نهائي خلاص، لا في عدو يقدر يفكر ولا عدو يقدر يهوب ناحيتها ولا عدو يقدر يقرب ولا عدو كده الشيطان يوز ويفكر تاني في سينا. احنا دلوقتي بنزرع سينا بالمشاريع. شفت سينا ازاي في افتتاحاتها النهارده يا احمد؟ شفتها بتخضر وبتتزرع بالبشر عشان بعد كده احنا في خطه، ده 61,000 مليون كيلومتر، 61,000 كيلومتر، يعني قد دول كده حوالينا كذا مره، يعني بتتكلم على مساحات ضخمه، يعني دي قد مثلا دوله كده شغاله علينا 6 مرات، يعني فما بتتكلم على 6 دول في سيناء. فانت لما تبقى عامله فيها التنميه دي كلها يبقى انت عامل انجاز عظيم. حضرتك بنفسك اللي رحت مره قبل كده وانا فاكر عملت عن صحارى السرابيوم حلقه. صحيح. لازم شيء عظيم. ده انا بفكر اعيدها بس. لا والله يا ريت، لان لازم الناس تعرف. والله دي حقيقه، لان لازم. ما احنا ليه اتكلمنا عن كتير يا استاذ عز عن سيناء؟ عشان احنا في قطاعات من شعبنا محتاجه تفكريها باستمرار طبعا، ومحتاجه تقولي لها الدوله بتعمل ايه، ومحتاجه تردي على، يعني هو النهارده هل ده رد على المقال؟ لا طبعا انا ارد على المقال اي حد تاني، لكن سياده الرئيس بيرد على اللي ممكن يبقوا مستفيدين من المقال، اللي بيفكروا نفس تفكير المقال، بيرد على ما هو اكبر وابعد من كده، وبيرد عملي، لان انت حضرتك بيرد طبعا، لان احنا النهارده ثلاث رسائل مهمه من كلام الرئيس كله النهارده. اولها ان سينا في القلب والعين، قدس اقداس المصريين، وانتهى خلاص زمن انها ممكن تبقى مهدده. الرساله الثانيه انه كورونا مش هيوقف التنميه في مصر. الرساله الثالثه انه عندنا زي ما حضرتك كده اشرت من شويه، عندنا رجال اعمال، احنا عندنا اكثر من 300,000 مليونير، عندنا يعني كامل اللي موقف مع الوطن 10 20 30 عاملين شغل اقتصادي على الارض وشغالين يستزرعوا اراضي ويعملوا وبيبنوا وبيعمروا، وساعه لما يبقى في مشكله يقفوا جنب الوطن ويتبرعوا. كام دول؟ 30 40 50؟ لا احنا محتاجين ايد القطاع الخاص تتحط اكتر من كده في البلد. بس في نقطه لازم تتحط في الاعتبار. لسه حضرتك بتتكلمي والضيوف المحترمين اللي قبلي اتكلموا على الشغل الموجود وتوزيع الهيئه الهندسيه للاعمال. حضرتك صحاري السرابيوم اللي روحتيها اللي هي ب 425 متر طول دي، ونازله تحت قناه السويس ب 16 متر تحت اقصى نقطه فيها، لان هي 60 متر بالكامل. حضرتك طبعا حضرتك اللي عامله، عملت الحلقه وعارفه اكتر مني. أيوة. لكن لازم الناس تبقى عارفه ان 3 شركات كبرى اشتغلت في الصحارى، وزعوا شغل على 26 شركه باشراف الهيئه الهندسيه. بتتكلم مين بقى؟ ايادي مصريه، بتتكلم في معدات مصريه، بتتكلم في بطاله بتمشي، بتتكلم في كل ما هو مصري هو اشتغل في ده. في كل نفس ومع ذلك استاذ احمد، سياده الرئيس قال لو في عماله مش لاقيه شغل هيلاقوا في العاصمه الاداريه، وهيلاقوا في اسكندريه، وهيلاقوا في العالمين، بالظبط كده. وهيلاقوا في غرب اسيوط، وهيلاقوا في قنا الجديده، وهيلاقوا في توشكا الجديده. وانا بتوقع ان بعد كلام سياده الرئيس النهارده انه الناس هتبدا تفكر او هتبدا تسال بمعنى ادق، طب ازاي توصل للعاصمه الاداريه العماله اللي عايزه تشتغل، وازاي توصل لاسيوط، وازاي وازاي وازاي، هيبقوا بيبحثوا عن طريقه الوصول عن على الاقل القريبين من اسيوط يسالوا، يروحوا هم اللي هناك. اللي قريبين من هنا يروحوا هم اللي هناك القريبين، وهكذا. صحيح. يعني البلد شغاله ومحدش هيوقف باختصار. ايوه ايوه. كل سنه وحضرتك طيب، بشكرك شكرا جزيلا. كاتب الصحفي المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. خليني اخد وجهه نظر وراي حزب مستقبل وطن في الافتتاحات اللي حصلت النهارده من الساعه 2 الظهر.